الأندية الجماهيرية اللي هي مثل الجوية والطلبة يقدر ينطي 300 و200 و150 و400. احنا ما عندنا هاي الاموال، فكل الامور ما شروط ما احنا ما نقدر نسويها للاعب. زين. ما قدرنا لاعبين نجيب، يعني مثلا اضرب لك مثل امجد الانديه اللي اكو انديه طتها 300 يا امجد. امجد عطوان. امجد عطوان. اقل نادي طاه 300 يمكن الزوراء له 350 او اقل ما اعرف. وبعدين 400 واكو نادي 500 واكو نادي 600 وقع يمكن ب 650. احنا يمكن ال 650 جايبين بها فد مجموعه كبيره من كم لاعب جبت ب 650؟ 10 12 14 اي ليش قد تطي 50؟ احنا اكو عقود واكو رواتب واكو عقود يعني متوسطه جيده واكو رواتب فبسعر لاعب جبت 10 لاعبين يعني 10 هسه بتحسبهم اذا اروح للاداره واطلع هذا 10 يطلعون وهذه الفوارق الماليه كابتن تخلي ماكو معايير للمنافسة بالدوري وانت شفت بالموسم الماضي واللي قبله واللي قبله وعملت بالدوري ايه فما تصير اكو منافسة بالدوري بعد هو مشكلة دوري المحترفين انت ما تقدر تجبر الاندية تقول لهم لا تجيبوا اللاعب بس انت تقول الاموال شلون راح تجي شلون تتوزع شلون لا يعني انت مثلا نادي الميناء والزوراء تابعين للنقل والموانئ كل واحد جاي وي المليارين ويطوهم مليار احنا هسه ما مستلمين المليار الزوراء مستلم هو رسمي من مجلس الوزراء مليارين هسه هاي منحه اي مليارين زين مثل الزوراء شو يسوي بالمليارين؟ او الثلاثه بهاي المنافسات المشاركه الاسيويه ما يقدر صعبه عليه النادي عباره عن فلوس اموال طبعا اموال فانت تجيب لاعبين تروح تسافر بيهم تجيب تجهيزات